الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أداب الطعام، قال: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمى فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم عيب الطعام وحكم مدحه. فأما حكم عيب الطعام فإن المصنف رحمه الله تعالى لم يصرح بالحكم، وإنما قال: باب لا يعيب الطعام. وهذا يحتمل أنه يرى أنه مكروها، ويحتمل أنه يرى أنه يعني محرم، ولكن الصواب في هذه المسألة أن عيب الطعام على وجه ازدراء النعمة لا شك أنه محرم. أما العيب مجرد خلل فيه ونحو ذلك فإنه خلاف الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نهي، وإنما ورد عنه تقرير وفعل أنه صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما، أنه لم يعب طعاما، وهذا من كمال خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما مدح الطعام فإن المصنف رحمه الله صرح بالحكم، قال: يستحب مدحه. وهذا لا شك أنه قول صحيح، أنه يستحب ويشرع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الطعام كما في حديث جابر قال: نعم الأدم الخل، فمدح الخل. والخل ما هو؟ هو ما يوضع فيه، يعني يكون ما ويوضع فيه شيء من الفاكهة من الحوامض، أو يوضع فيه شيء من التمر فيكون حاليا فيوضع للأكل، كأن يغمس فيه الخبز ونحو هذا. والأدم هو ما يتدم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الخل مع أنه من أقل أنواع الأدم، لأن الناس تتدم باللبن، تتدم باللحم ونحو هذه الأمور التي أتدم بها الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح الخل مع أنه من أقل الأطعمة، فقال: نعم الأدم الخل. فهذا يعني يدل على استحبابية ومشروعية مدح الطعام، لأنه على كل حال نعمة من الله سبحانه وتعالى، سواء كان قليلا أو كثيرا. فهذه مسألة. المسألة الثانية المتعلقة بهذه المسألة، مسألة عيب الطعام، هل يدخل في عيب الطعام قولنا هذا مالح أو هذا ليس فيه ملح ونحو هذه الكلمات التي تندرج على الألسنة؟ بعض أهل العلم فرق بين عيب الطعام، بين عيب الطعام خلقة وبين عيب الصنعة. قالوا: المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط هو عيب خلقة الطعام، يعني نفس الطعام، مثلا ما يعيب الرز، ما يعيب الخبز، ما يعيب الدقيق، ما يعيب كذا. أما الصنعة، صنعة الطعام الذي يصنع الطعام، فإن هذا يكون من باب التقييم، لا من باب عيب الطعام نفسه، وإنما يعني من باب تقييم هذا العامل في عمله. وبعض أهل العلم قالوا على العموم، المشروع الإنسان أنه لا يعيب الطعام أبدا، لا يقول: لا هذا مالح ولا هذا كذا ولا كذا، إن اشتهى وكله وإن لم يشتهي تركه. والقول الأول لا شك أن له وجهة، إذا لم يكن في ذلك غضاضة على الصانع، فإن كان في ذلك غضاضة على الصانع فإنه أقل أحواله أنه لا ينبغي وأنه خلاف الأولى. المسألة الثالثة، إذا كان هذا الطعام على معاوضة، إذا كان هذا الطعام على معاوضة، ما
ما معنى هذا الطعام كان على معاوضة؟ يعني هذا الطعام الذي يأتيك بمقابل، ليس مجانا، بمقابل، يعني ليس مجانا يفعله الرجل لضيوفه، لأهل بيته، لأصدقائه، هذا ليس من باب المعاوضة. أما إذا كان باب المعاوضة كان يعني يكون هذا الطعام من مطعم أو لرجل مستأجر لصنعة هذا الطعام، فإنه في مثل هذه الحالة ذكره العلم أنه لا بأس أن يقال عن الطعام أنه كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا في مقابل المال، مقابل المال، وأنت تريد حقك كاملا وهو يريد حقه كاملا. فإذا قلت له كذا وكذا لتبين له نقص عمله، ونقص العمل ينقص قدر المعاوضة. فإذا كان من باب المعاوضة يكون هذا من باب استيفاء الحقوق، وأيضا قد يكون من باب التقييم، وقد يكون أيضا من باب النصيحة. مثلا لو جاءك سائل وقال لك ما رأيك في هذا العامل الفلاني وهذا المطعم الفلاني، فلا بأس أن تقول له أن طعامه كذا وطعامه كذا وطعامه كذا، هذا من باب النصيحة وليس من باب عيب، من باب عيب الطعام. فهذه أهم المسائل على هذا الباب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.